الحمد لله على السلامة يا اخوان. الحمد لله على السلامة. الله يحيي. بس بلا طوفة بلا طوفة. هذا رز رز. هذا رز رز. حبيبي. انتصاري هو مش انتصار فردي، هو انتصار مشروع، مشروع التواصل. لو كان هذا التواصل تم مثلا مع السعودية مع قطر، كنا يمكن نأخذ من المؤسسة الإسرائيلية نياشين مصر. لكن فعلا هذا التواصل تم مع سوريا، ومع سوريا على كل المستويات، بمعنى مع سوريا شعبيا محليا، مع سوريا من الخمس لشمال السويداء حتى اللاذقيه. المشروع ابعد من يحمل اي صفه غير صفه عربيه وصفه قوميه، وهذا هو الامر الاساس. اعود واقول لو تم مثل هذا التواصل مع السعوديه مثلا، كانت المؤسسه الاسرائيليه منحتنا الاشياء. طبعا في هذا السياق يعني ربي انت تعرف هذا الامر، وسائل الاعلام في السجن محدده جدا والمعلومات هي نسبيا قليله، ويكفي ان يعرف المشاهدون والكل يعرف انه وسيله الاعلام المعتمده يعني صوره السجون والمؤسسه اللي وراءها طبعا القرارات الاسرائيليه محطه العربيه واضح محطه، ولكن نحن استطعنا بشكل او باخر ان نتابع ما يجري وبالذات على الساحه يعني مع كل الالم فعلا الذي يعتصر قلب الانسان على ما يجري للشعب السوري. ولكن عندما كنا نقول منذ بدايه الازمه ان سوريا منتصره لا محال، لم نكن نحلم ولم نكن نقول هذا الكلام في سياق التمنيات او سياق الاحلام الورديه، انما على قناعه كليه ان سوريا بما تحمل بكل مركباتها قياده وشعبا وجيشا بما تحمل من قيم هي في اعلى سلم القيم الانسانيه لا يمكن. وطني اولا اهنئ سعيد نفاع المناضل بشكل شخصي، اهنئ العائله، اهنئ طبعا مع انه الموضوع ليس موضوع شخصي، موضوع لجميع القوى الوطنيه، نهنئهم على تحرير المناضل سعيد نفاع اليوم من السجن. مشروع التواصل متواصل وسيستمر، سعيد نفاع يخرج من السجن منتصف القامه، يخرج بعنفوان اكثر وبراده اكثر وتصميم اكثر وبقوة أكثر على استمرار في مشروع التواصل الذي هو مشروع وطني حقي لأهلنا هنا وأهلنا في سوريا في كل مكان توجدنا. أسعد الله أوقاتكم جميعا. حقيقة نتوجه إلى أبناء شعبنا عامة في البلاد وخارج البلاد بتحرر المناضل الأسير سعيد نفاع الذي قضى خلف القضبان مدة عام كامل نتيجة لقيادته لمشروع التواصل. هذا المشروع الذي أتاح لأبناء شعبنا في الداخل بالتواصل مع بقية أبناء أمتنا خارج حدود وطننا لمدة سنوات. اليوم سعيد نفاع تحرر من السجن وقد راهن الكثير على انتهاء مشروع التواصل. الرسالة التي نوصلها إلى العالم أجمع أن مشروع التواصل أشرق إشراقة جديدة مع هذا اليوم الذي تحرر فيه سعيد نفاع، وسيستمر بإذن الله تعالى وسيكون أكبر وأقوى مما كان عليه. شكرا. بالنسبة إلينا جميعا
ونحن نرى أن هذا الإنسان يستعيد كرامته ويستعيد عزته ويستعيد شرفه ويستعيد إنسانيته. هذه الإنسانية التي تشاء لهذا الإنسان أن يكون دائما حرا طليقا يتحدث ويلقي بكلامه وبآرائه بتلك الحرية وبتلك المساحة التي يتيحها هذا الخلق الذي جبل عليه هذا الإنسان. نحن بشر في النهاية، وبالتالي نحن نعبر عما يجول في خواطرنا ونعبر عن مبادئنا، وأقل هذه المبادئ هي عملية التواصل الذي يحدث فيما بين الأهل بعضهم ببعض، وأن تكون هي جريمة بالنسبة إلى آخرين فهذا يعني أن هؤلاء الذين اعتبروا أن عملية التواصل هي جريمة هم الذين انسلخوا عن إنسانيتهم، هم الذين انسلخوا عن كرامة الإنسان وعن عزة هذا الإنسان وعن شرف هذا الإنسان. لذلك فإننا نقول أن الذي الآن يقبع في السجن هم الذين قرروا أن تكون عملية التواصل هي الجريمة. فلذلك الحرية وهذا الانطلاق لأخينا أبي علاء السيد سعيد نفاع هو هذا مكانه، أن يكون حرا طليقا، بينما ذلك الذي يحمل ذلك الفكر المأزوم هو الآن الذي هو في السجن، وهو الذي يريد أن يتحمل تبعات ما حكم عليه وحكم به أخينا أبي علاء سعيد نفاع. لذلك إننا نقول أن قضية الإنسان دائما هي قضية منتصرة طالما أن هذا الإنسان يسعى نحو الحرية ونحو الكرامة، وكذلك فعل أخينا أبي علاء سعيد نفاع. شكرا. شو الشعور؟ طبعا اللي هو فخر في الأول في أبوي بدون أي علاقة، بعدنا شوي هيك في الموقف، يعني مش عارف أوصف لك بالضبط الشعور، بس طبعا سعادة لا توصف. يعني طبعا أبوي كل بيت بدون أب صعب جدا، صعب جدا، لأنه بظل بتعرف إنه أبوك موجود في السجن، يمكن كانت أصعب علي أكثر ما هي صعبة عليه، لأنه أبوي كثير كان قوي من هاي الناحية. كابن سعيد نفاع، هل برأيك حقق أبوك إنجاز وطني معين؟ طبعا لا شك أبوي دفع ثمن لإنجاز اللي هو ما كانش على مرتب من قيام، حقق للأمة تشوف ابن أخوها في سوريا، لكل عرب الداخل على فكرة، ما كانتش الشغلة مقتصرة بس على الدروز، وراح يكمل على فكرة في المشروع السنة هاي أو 12 شهر، ما كسرتوش بفكر زادت عزيمة وقوة. بغض النظر إنه هو مش، خلينا نقول أنت مش ابن سعيد نفاع، هل أنت فخور في سعيد نفاع؟ طبعاً كل واحد لازم يكون فخور في سعيد نفاع لأنه اشتغل لغيره مش لنفسه. شكراً، الحمد لله على السلامة. تواصل مستمر، مشروع التواصل أقوى بكثير مما كان عليه، مشروع التواصل بهمة الشرفاء سيستمر، وسيكون تواصلنا مع بقية أبناء أمتنا خارج وطننا وعلى رأسها سوريا ولبنان وبقية الدول العربية حق مقدس لكل أبناء هذا البلد ولكل أبناء شعبنا. التواصل كما قلنا حق مقدس، وما حدث إن كان على سعيد نفاع هو جزء من المؤامرة الكبرى التي ضربت المنطقة وعلى رأسها سوريا. نحن نذكر سوريا بالذات لأنه كان هنالك عدة زيارات تواصلية قمنا بها، وأحدها برفقة النائب السابق سعيد نفاع عام 2007 إلى سوريا، حيث زرنا كل أنحاء سوريا وكل الشعب السوري والقيادة السورية التي رحبت بنا أحسن ترحاب. ونحن اليوم ندعو أبو علاء سعيد ونقول له نحن نقف من ورائك، ونقول لك يا أبو علاء نريد هذه الزيارات التواصلية في أقرب وقت، لأنه حق مقدس وحق لنا أن نلتقي مع الأهل وحق لنا أن نزور الأماكن المقدسة. من شرقها إلى غربها إليك من كل الأصقاع، من أرضنا من شعوبها يا حبيبها ومحبها، لقد أسكنتك في قلبها لأنك في طليعة شعبها، أياما وقفت بكل شموخ في وجه طغمة الطغاة وقارعت جموع الغزاة وقزمت كل هذا المسوخ، فحزت على محبة الأطفال والشيوخ، فأنت من زرع الكبرياء في النفوس وأعنت كل هذه الرؤوس،
لتكون مرفوعة في كل اتجاه. يا سعيد نفاع، يا ابن بلاد المقدسة، يا أميرها الشجاع، أنت في النضال المعلم والمدرسة، كأنك خلقت كي تقود الصراع بين حق مشرق وباطل مغرق، في القتل، في السلب، في السطو والنهب وجرائم الاحتلال. يا من وقفت بكل شجاعة، هذا طريقك طريقنا وهم إلى الزوال، فأنت القناعة والاقتناع. أن الأسرى في الأشراف فخر، وأفخر أن أكون بكم فخورا. بني قومي أحبكم جميعا، أحب الطفلة والشيخ الوقورة، أحب نصائبا ضمت تراها قبورا، لن أسميها قبورا، بل الشهداء عند الله ساح بنى فيها العلي لهم قصورا، لأن الشبل يأتي الغاب طفلا وإن ضج الفدا لب زئيرا. أحب الإنسان له حق التواصل مع أهله حتى مع الدول المعادية. بالنسبة لإسرائيل، لبنان وسوريا دولة معادية، أما بالنسبة لنا فأهلنا موجودون هناك. هذه فريضة لم تكن لتتحقق بدون العم أبو علاء سعيد نفاع، وبهذا دفع ثمن ذلك سجن سنة بعيداً عن أقربائه وأهله وأصدقائه، وأعطى حق التواصل لأكثر من 1600 شخص. نحن اليوم تركنا كل شيء وجئنا للتضامن معه ولنفرح لخروجه من السجن مرفوع الرأس، مع أنه لم يرتكب أي خطأ، بل هو متوجا بالبطولة والإخلاص لأبناء شعبه، حرا من العبودية رغم كل الضغوطات. أنا بشكر هذا الإنسان، وأنا اليوم بتنفس بسلام إنه هذا البني آدم حر وموجود بيمشي عادي، والله يخليه ووفقه ويعطيه. شكرا لك. يا أستاذ فاهم، وأسد ورجع على عريضه. السلام عليكم. مساء الخير إخوان. منتمي لوطنه الغالي، الوطن الأم سوريا الحبيبة. جئنا إلى بيت جن، بيت جن الزبود، بيت جن الكرامة، بيت جن الشامخة كشموخ جبل الجرمة. جئنا ليس لنهنئكم، بل لنهنئ أنفسنا بإطلاق سراح المناضل الكبير والصديق والأخ، لأنه هو صاحب قضية، صاحب مبادئ، دخل السجون في سبيل قضيته. ماذا عمل؟ كل ما عمله أراد أن يتواصل شعبنا العربي مع بعضه البعض بجميع الطوائف. نحن أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، ليس بيننا حدود. نحن شعب واحد، لنا عادات واحدة، لنا تقاليد واحدة، لنا آلام وأمال واحدة، ولنا عدو واحد محتل أرضنا. وهذا النضال نحن نفتخر بهذا هؤلاء الشباب الأبطال الذين يثبتون يوما بعد يوم ليرى المحتل الصهيوني مهما سجن ومهما اعتقل ومهما اغتصب ومهما آخر المطاف، صاحب الحق يرجع على حقه. الأتراك قبله 420 سنة احتلوا وانهزموا، الفرنسيين والإنجليز احتلوا وانهزموا، وإن شاء الله الصهاينة بدأوا ينهزموا من هذه البلاد، وتقام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وجميع الأراضي المحتلة ستعود إلى حضن الوطن الأم سوريا الحبيبة. وما هذه الهجمة الإمبريالية، هجمة القتلة، المجرمين، الكفار، المرتدين، مهما قلنا لن نعطيهم حقهم على سوريا، ليست على سوريا في سبيل كما يدعون الحرية والنضال وإلى آخره.